واش الخوت كي داير لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم عندنا فيديو جديد غنوريكم عاوتاني الطريقه ديال الديكرادي بالموس او معايا حتى الاخر. هاد الكليان بغى يحيد الشعر، جمعت ليه الشعر بحال هكا وضربته بالمقص، خففته شويه بعدا نحاول بعد نخفف الشعر الفوق هو اللوات ندير ديكرادي تحت بلا ما يعنكشني. ممكن نعاود نخدم بحال هكا بالمقص الا كانت شي حاجه طويله. شوفوا ديما الجهه من هنا بحال واش قد كتجاني من ليه، كان شي حاجة زايدة كنحاولو نقصوه. والفوق قال لي ما تنقصش ليه، مبغاش يقيس الشعر من الفوق، حنا ديما كنتبعو داكشي اللي كيقول لينا الكليان. وغادي نديرو طوندوز، غادي نديرو الزيرو، ديما المشطوب بحال هكا الشعر باش نسهلو علينا الخدمه، نبينو الخدمه تبان لينا. حاولوا نفرقوا الشعر، كندير الطوندوز، حاولوا نجيبوها دايره شويه ديك الجهه، بغي نلور بغي يخلي بحال الفريميجه تكون مقنته. وديما الزيرو نحاولو قد ما كانت الزيرو مجهده كتخدم لينا مزيان، على حساب باش ملي نبغيو نديرو الموس ما تخليش لينا الخط، خط ديال الموس ما تخليش لينا. وغادي نديرو الواحد، واحد نحاولو ديما ما نطلعوش بيه، على حساب قال لك بغا يخلي دوك الجناب يكونوا عامل مباشر قيسو. ضربه شويه لتحت من ورا الواحد، كدير داك الزيرو ونص، كيبقى لينا داك الخط ديال اللي كيكون تحت اللي كندور في الاول بالزيرو كنعاودو نرسوه بالزيرو ونص. ويبقى لينا داك الخط اللي تقريبا كيبان ديال الواحد، غنديرو ليه الجوج. ديرو لي جوج صغيرة، هانهرسو منطلعوش بزاف،